السلام عليكم اخو، تحياتي للجميع، مرحبا بكم جميعا من اول قائمة الاخرة. اليوم غندخلوا لقناة طائر الحسون المغربي عند الاخ عزيز ونشوفوا الاثمنة، شوفوا الاثمنة واش متناسقين مع الطيور ولا غنشوفوا شي لعيبة بحال هكا، نحاولوا نقارنوا واش الحقيقة بحال الواقع ولا شي حاجة. المهم تحياتي للجميع ومرحبا بكم اول قائمة الاخرة، بقوا معنا. شوف قسم ديال هذا شي باقي كله مكحل، باقي كله مكحل. قلتي لي عندك شفرية، قلتي لي حفاظ. والله مكلم شو خارج الكلام. صالو باقي 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 كيدو كنا غيدخل. بالنسبة لهذا الإخوان كيقول 900 درهم، سمعنا فيه حتى شي حاجة، ولكن كيقول بأن خوتو تباعو الثمن. بالنسبة لهذا خويا قلت لي 900 درهم. وي وي الله هذاك المر الله يبان. هذا تقريبا تباشر إلى حبيبان ويدانيين وحدك. قلت لي غيدخل هذا. غيدخل. باقي كيدوك كي غيدخل صعاب. الكاميرا الأولى ديالك. هنا فين كنلقاو المشكل هو أنه تيقول لك بيبان ودادين حداديين. ما فهمتش. وقبيله قال لنا الطير حافظ ملاقا. قرا ولد عام فاضة. ما كاينش العيب والو. ما كاينش العيب والو. اللي كان باقي مكلم ويشوف بنادم يجي يسمعو، يعني اللي بغاه يجي يسمعو من الاخر. فهمتش؟ يعني كلامه هو اللي غيبيعو. النميرة ديالو. كاين هذا. كاين شي ميسو هو اللي غيبيعو. النميرة ديالو. وكاين هذا ميسو. كاين شي ميسو. مالاكي وكاين هاد الميسو الاخوان كيقول مولاه انه فيه مرض الثمن ديالو العيب اللي فيه والو ما فيهش. فينو فينو الثمن ديالو شحال؟ 100 درهم. الله عندهم ما بين 6 شهور و 7 شهور. ما بين 6 شهور حتى 7 شهور. الثمن ديالو 1500 درهم. 1500 درهم يقول هادشي. وي وي يقول هذا يقول 1500 درهم فينو فيتا هذيك ديال الخوارزم. سمعت واحد الصوت بالنسبه للنميره ديالك 0663 14 23 23 مرحبا ألف مرحبا. يتواصل مع مولاه كاين هذا الميسو مرادا. تحياتي خويا عزيز. وكاين قرع ولد عام حفاظ. كنتمنوا ما يضربوش كوبي رايت. ما وصل الواقع. خويا هذه راه ودانية ماشي مرادا. هذه راه ودانية. واش بدات واش هو هذا الميسو اللي قال لي ماشي مراد يلا بعد شي واحد اذا الاخر مراد هو الميداني. دابا المشكل فين كاين؟ المشكل هو انه كان تيقول ليه طير مالاكا ما فيهش لعيب 1500 درهم. دابا طير كيدوي مالاكا سبحان الله العظيم. هو باقي الميداني مالاكا هو قال لك كان بغا يبيع الوداني باع المراكش. وهذا الثمن ديالو هذا؟ هذا الوداني؟ 1500 حتى هو 1500 درهم. المهم خوت 1500 درهم. صوت الطوير تاعو. خود لعجبكم هاد الشيء بحال هكا ندوزو مرة مرة نديرو فيديوهات بحال هكا. ما قعد ساعة ما قال حتى شي حاجة.
نحموش الطير حلقة. بالنسبة للقرية الإخوان عنده 5 سنين ديال الأخ عبد الله. السلام عليكم عبد الله، بخير؟ لاباس عليك؟ صحة لاباس؟ مرحبا بك. الله يبارك فيك. بالنسبة للثمن ديالو شحال كتلف فيه خويا؟ 1500 راه قابل للتفاوض. 1500 درهم. مرحبا. قيمة زوينة 1500 درهم قابل للتفاوض. حفاظة. حفاظة. هي قديم. بالنسبة فيه الكلام ديال الشريط ولكن باقي ما سمعناش هنا. في واحد الحصر. يعني هذا وقيلا حافظ على الميسو. حافظ ماشي مشكل. هي مرحبا. كمل لي ديك الشريط ديال بالباقي. هي. بالنسبة للنميرة ديالك اخويا عبد الله 06 14 21 44 83. خويا سمعت النميرة؟ خويا ولد العش هذا ولد الشوك. ياك هذا ديال الشوك. مرحبا. يبغى شي حاجة للاخوان؟ المهم نشوفوا شي حاجة اخرى. أصل ديالو قرع ولا زبر؟ أصل ديالو قرع. قرع شحال عنده دابا؟ عامين. عامين. من عام اللي فات. شحال باغي فيه؟ 1000 درهم. ياك 1000 درهم. خو عزيز خاصة نسمي بحال الطويرات هادو مثلا اللي عنده شي طوار داو بالثمن. هذا اللي بغى الخدمه عمرو ما خدم ولا الخدمه. قول لي خدام العام اللي فات تبارك الله قرا هذيك الساعه ما عندو والله يسخر ماشي خدمه وفي بالنسبه للعيب اللي فيه في الخزانه في شي عيوب خيره ما تجبدهاش زينه اما ما شاء الله تراك زين. الله يحفظك. لا لا يخطيك اخويا. شكرا. لا والو والو. 5 سنين تمام. كيف ما كيقول الاخوان كيقول انه اجدر عنده 3 سنين والخدمه باغي يخدم. ما قلتش لي ياك دابا دير الهضره ديال هي في تبارك الله شي فلوق مزيان. بالنسبه للثمن ديالو تحياتي خويا رشيد. الاخر ديالو عطاوك 700 درهم. عطاوك 700 خويا. بالنسبه للنميره ديالك خويا رشيد 0662 23 72 85 85 هذا قمات شو هذا شو اسمه؟ المهم حيا لينا يا اخوان دا الاصل ديالو طيب تمام السنوات مولاد ديال التواتوات هذيك اللي كتطلع فيها 400 درهم اقفاس. كيف ما كنشوف معايا تبارك الله خدمه زوينه ديال الاخ رشيد. بالنسبه لهذا خويا رشيد قلتي لي العود ديال الاكاجو الثمن كيف الله يطول يوسف الرامي راه صافي يعني بغى يصيد بو عميره. تحياتي خويا يوسف مرحبا. وليدي ديال القصبه وليدي ديال القصبه خويا يوسف. تحياتي خويا كاملين مجموعين هنا. ممكن تخاطر شي كلمه خويا. خويا تحياتي لجميع المسلمين ورمضان مبارك كريم على الامه الاسلاميه بألف خير وتحياتي للجميع. تبارك الله عليك. صايم صايم تبارك الله عليك خويا. صايم ما تديوش عليه. شوفوا الطوير تاعو
مالاغا المهم طوال في لعيبات ديال مالاغا شوفو تاو شوفو الثمن ديالو هادي تشبيكو لي تحيه الناس ديال كوبيا المهم خوت سمحوا لينا على الصوت حقاش ما جايبش معايا المايك الخوت مره اخرى نبداو نديرو المايك ما خدامش اخي يوم السلام عليكم كي داير مزيان مرحبا والف مرحبا مرحبا بهم تحيه لنا الجديده تحيه لنا الجديده وجميع المدن المغربيه زوجين منها تحيه لنا الجديده تبارك الله عليك خويا واحد الاخ ديالنا واحد الصديق جابوا لنا اللي هو مولوع اللي بغيت نحيدو طير واجد ثمن شحال كيبقى خويا يونس خويا انا السيد مولاي قال لي 1500 1500 درهم باش حاسب الطير طير زوين عندك طويرات اخرين اخويا يونس في المفاهمه ما نقولوش 1500 انا راه نعيط لمولاه قدام اللي غيشري هو ييسر الامور مرحبا عندك طويرات اخرين اخويا يونس سير كاين هذا كاين شي طويرات في الدار اليوم مرفقين غيجيو لي اخويا هاد العشيه هادي تبارك الله كاين هذا هذا راه فيه كلام زوين غنجبد فيه كلام ديالك تبارك الله عليك السلام عليكم احشمان كيدير مزيان هاني توحشناك اخويا وصراحه جميع الاخوان المشتركين ديال القناه كيسولوا عليك اخويا عثمان كيقول لك اش هاد الغيبه مع الوقت كونغاجمون كاين الاولويات اخرى عتا هي راه حنا ما كرهناش حنا كنا خطره نجيو ليها ولكن مع الوقت انت ما كتشوف فيها تجي تريح كتجي كتشوف الشباب هذا هو الاهم هذا هو اللي كاين اخويا شي نصيحه للاخوان اللي كيديروا لايف فاج يعني ديال المقنين قبل لي ليفاج غادي نعطي واحد القضيه اولى اللي هي انا حنا